خبير المروري. يعني سيادة اللواء، كل سنة تقريبا في نفس هذا الموعد بتتحول القاهرة والمدن الكبرى إلى جراج كبير بمجرد نزول الأمطار، هل في تفسير لهذا الأمر؟ تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة بالنسبة لصوت الأمطار وكيفية التعامل معها وأثرها على الحركة المرورية، بنجد إنه مدينة القاهرة أو القاهرة الكبرى على وجه الخصوص، يعني القاهرة الكبرى بتكاد تكون تتوقف الحركة المرورية فيها نتيجة تراكم المياه على في مطالع الكباري وفي الأنفاق وبعض المناطق اللي هي سطحية منخفضة، وبالتالي بيحصل تجمع للأمطار في هذه المناطق. والمرور الحقيقة بيقوم بمجهود، مش عايزين برضو نقول إنه المرور ما بيقومش بمجهود، المرور بيقوم بمجهود هو اللي بيتلقى البلاغات في المناطق اللي هي بتحدث فيها الكثافات نتيجة سقوط الأمطار، هو اللي بيبلغ الأحياء. للأسف الشديد بيقوم بدور المبلغ، هو اللي بيستدعي الأحياء والشفاطات وهي التجميل والنظافة، هو اللي بيتكلم مع كل الجهات المعنية، وهو اللي بيقف لنهاية. هل يا سيادة اللواء مفترض يعني هل من المفترض ان يكون في حل دايم؟ يعني احنا عندنا موسم امطار بدا بيزيد في السنوات الاخيره، هل مفترض يبقى في حل دايم، مثلا بلعات مثلا تنشا في بعض الاماكن؟ يعني ليه كل سنه علينا ان احنا نتوقف في نفس الاماكن اللي هي الانفاق ومطالع الكباري انها تتحول الى برك ويرسل ارتفاع المياه فيها مرات لنص متر؟ الحقيقه طبعا حتى في الانفاق اذا في بعض المناطق للصرف وتصريف هذه الامطار وهي غير كافيه وما فيهاش صيانه وما بنبتدئش نتعرف الا بعد وقوع الحدث، لكن قبل الاحداث بتسمع تصريحات فقط لا ترقى الى مصدر الصيانه الكامله الدوريه ولا ترقى الى كيفيه التعامل معها، والطرق مش مسطحه على اساس التعامل او نزول على جانبين من الطريق. كل الامور دي بتؤدي في النهايه الى عدم مواجهه حقيقيه، بل هي مواجهه عندما تحدث الازمه، فلا بد ان تحدث الازمه مره واخرى وثالثه نتيجه تصريحات عديده بانه هيتم التعامل، ولكن ما فيش استراتيجيات لمواجهه هذه الامطار اللي بتهطل خاصه في الفجائيه او في مناطق معينه. احنا كنا على موسم الشتاء والجو معروف، وكانت الارصاد الجويه بتحذر من سقوط امطار، فكان يجب على الجهات المعنيه انها تكون على اهبه الاستعداد، مش نستدعيها لما تحصل مطر. كان في انذار بانه في امطار، وبالتالي كان لابد من تواجد الشفاطات في مطالع الكباري من غير استدعاء، ده على الاقل التعامل بالنسبه لكن ما بيحصلش اي نوع من الصيانه الدوريه نهائي. شكرا جزيلا سياده اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، بشكر حضرتك ومن